الدهب ده سيادتك مش بتاعي، ده بتاع مدام شاهناز، شاهناز هارون سيدة الأعمال المعروفة. أنا رئيس الشؤون القانونية بشركتها. الحقيقة هي طلبت مني أجيب العربية دي من الإسماعيلية وأوصلها لحد الفيلا بتاعتها. يعني تتهم مدام شاهناز؟ لا 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 يا فندم، أتهم مين؟ أنا مش بتهم حد. أنا بس يعني أنا بقول اللي حصل. أيوة، أنت متأكد؟ طيب أنا عايز تقرير نهائي مكتوب. متشكر جدا، مع السلامة. الفحص المبدئي أثبت إن الذهب مزيف. مزيف؟ عزيز خد البت عشان يساوي مع الذهب، وأكيد هيكلمكوا عشان يعمل معاكوا اتفاق. ادوله الذهب قصاد إنه يرجع لكم ملك. طب وصحتها؟ هنعمل إيه؟ هتوافق. مش فاهم. أنا هفهمك يا عم رزق. هو الفرن اللي في ورشة النحاس لسه شغال؟ مزيف. مجموعة معادن رخيصة مطلية بلون ذهبي. فالصو يعني.